كامل مخططه. هذه مورينجا، هذه شوف شوف هنا كاتش تيمر القحمة من 500 بلاك ميرسيدس. الوفد الرسمي وزير البيئة والتنمية المستدامة. على مستوى بلدية بن الشهاب، وكذلك عملية توزيع الشجرات على ساكنة البلدية، وعملية تشجير أمام المباني الإدارية، ثم تشجير أمام موقع مشروع وزارة البيطرة. هذا ضمن النشاط اليومي طبعا لهذه البعثة ولهذا الوفد الرسمي قبل أن نبدأ الحفلة مباشرة إن شاء الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أيها الجمع الكريم. نرحب بكم هنا في أجواء هذه المدينة الجديدة، الحدث الكبير في إطار الأنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة والتنمية المستدامة في إطار تخليد الأسبوع الوطني للشجر. سيكون له ما بعده إن شاء الله من خلال تنمية هذه المدينة، ومن خلال الحفاظ على المقدرات البيئية لها، وما يكلفه بالأرقام أدعو السيد محمد يحيى الأفضل، وهو مكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة لإعطانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف هو إعطاء فكرة عن كيف قلنا
تاج متأخر. إذا هذا هو السياق، مازال يكملني زميلي اللي هو مندوب الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى ولاية نشيري، لا هي يتكلم معك ولا هي نلخص فقط بالفرنسية. دونك جي ديزي كو سي لوبجيكتيف سي دو دوني ان بي لو كونتكست جينيرال دو سيت اكتيفيتي. Donc, comme tout le monde le sait, nous sommes déjà toujours la première semaine du mois d'août. Et donc, comme chaque année, c'est la semaine nationale de l'arbre. Donc, au titre de l'année 2016, le ministère de l'Environnement et du Développement durable. المستدامة ومعالي وزيرة البيطرة حضورهم معنا هذا اليوم، وبالأخص في ولاية إنشيري ومناسبة عيد الشجرة المخلد هذا العام تحت عنوان لنحمي نظمنا البيئية وإعادة تأهيل أراضينا القاحلة. وهذا على كل حال سيعطينا دفع لا بأس به قدوم معالي الوزراء. واخترت نقول هون أن هدف هذا المشروع يسمى إيبا سيد، مشروع مستند على النظم البيئية، يهدف إلى إعادة تأهيل الأشجار المحلية. ذيك الأشجار المحلية شنو هي؟ الأشجار اللي طبيعيا كانت تنبت في هذه الأرض مواكبة لطبيعتها، ما فيها روار وطلح تنشط وسدر النباتات المحلية. ونفس الوقت طبعا هذه النباتات ستكون ستسد الرمال عن مدينة بن الشاب الجديدة، وهي فعلا منشأة جديدة للتجمع في هذه المنطقة. وهذا شيء لا بأس به أن يكون هناك حزام أخضر يعين كل المنشآت الموجودة في مدينة بن الشاب الجديدة. هذا هو الهدف الأساسي من هذا المشروع، إذن استعادة النباتات المحلية لأرضها الأصلية، وثانيا هو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين. سيد وزير البيئة والتنمية المستدامة، سيدة وزيرة البيطرة، سيد والي ولاية إنشيري، سيد حاكم مقاطعة تكجوجت، السادة المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الجهوية الأمنية والمدنية، أيها السيدات والسادة، يطيب لي أن أرحب بكم على أديم بلدية بن الشاب والتي تحتضن هذا اليوم التشجيري الذي يدخل ضمن التظاهرات المخلدة لحفل الأسبوع الوطني للشجرة. وحضوركم اليوم لهذا الحفل يشهد على الاهتمام الذي تولونه لقضايا المتعلقة بالبيئة عموما وبالشجرة على وجه الخصوص. إننا اليوم نجتمع في هذا الحفل البهيج من أجل انطلاق عملية كبرى لتشجير 100 هكتار في بلدية بن الشاب. هذه البلدية التي تتأثر تأثرا شديدا بمناخها الصحراوي الجاف،
تشكل هذه العملية حدثا يجسد المكانة التي تحظى بها الشجرة في سياق مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتغير المناخي، وهي الظواهر التي تهدد مدننا. السادة والسيدات، لقد شكلت السنوات الأخيرة فرصة حقيقية لاكتشاف الخصائص القيادية والتوجهات السيادية التي لدى فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز، وبالفعل فإن النتائج الباهرة التي تم تسجيلها خلال مأموريته في رئاسته للاتحاد الإفريقي ومدى الزخم والاهتمام اللذين تلقاهما الرأي العام الوطني والدولي يبرز الدور المركزي لهذه السياسة المعتمدة على الطموح والانفتاح على المجتمع الدولي. وفي هذا السياق السيادي ذاته استطاعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن تستضيف تنظيم الدورة 27 لمؤتمر القمة العربية، وذلك بعد أكثر من 43 سنة على انضمامها لهذه الهيئة. لقد استطاعت موريتانيا أن ترفع التحدي وأن تستعد لاستضافة القادة، وذلك خلال أقل من 4 أشهر في ظرفية خاصة تتسم بالإكراهات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية. ولن ننسى تجهيز القوات المسلحة وقوى الأمن بصورة مناسبة تجعل قدراتها الردعية بادية للعيان، إضافة إلى عديد الإجراءات التي نذكر منها إنشاء منظمة G5 ساحل كإطار تشاوري تنموي وأمني لبلدان شبه المنطقة. إن العنصر الأمني لهو من الأهمية بمكان مما حداني للتعبير عنه في مناسبة سابقة بالبنية الفوقية، فقد أثبتت التجارب أنه من المستحيل الوصول إلى أي نوع من التنمية في غياب العنصر الأمني. ولقد سجل الرأي العام الوطني بكل ارتياح الدعوات المتكررة لرئيس الجمهورية الرامية إلى إيجاد أرضية توافق عبر حوار وطني شامل وبدون شروط مسبقة. إن هذا التوجه يعتبر بدون شك مؤشرا على الثقة بالنفس والمسؤولية العالية خلال الممارسة السياسية. أيها السادة، أيتها السيدات، تعتمد حياة السكان الريفيين الرحل على الشجرة والغابات والمنافع المستقاة منها، وتعتبر الغابات آخر مأوى لمواشينا في فترة الشدة البينية واحتياطيا من الأراضي الصالحة للزراعة ضمانا لأمن الغذائي. ولقد ضحى السكان بالأشجار من أجل الحصول على الخشب والحطب والمراعي والمزيد من الأراضي الزراعية، وتسببت تلك الممارسات في تدهور المنظومات الطبيعية البيئية الغابوية، وستؤدي تلك الوضعية إلى تفاقم تدهور الأراضي واتساع نطاق التصحر. ولا شك أنكم تدركون أن أهمية الأشجار والشجرات في المحافظة على البيئة ثابتة علميا، بيد أن الكثير من الناس ما زالوا يجهلون المزايا المتعددة التي توفرها ولا سيما في المناطق القاحلة. ففي هذه المناطق تطلع الشجرة بدور حاسم ليس فقط في إنتاج الحطب والخشب والثمار، بل أيضا في الحفاظ على التربة وفي الصحة والتوازن النظام المائي. أيها السادة والسيدات، لقد شكل انطلاق مشروع إنشاء مدينة بن الشاب العصرية نقلة نوعية في إطار التنمية الوطنية عموما والتنمية ولاية نشيري خصوصا، وذلك أن إنشاء هذا القطب التنموي الواعد سيمكن من رافد الاقتصاد الوطني ببنى تحتية وإمكانيات اقتصادية هائلة ستستفيد منها هذه المنطقة، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية الهامة التي تزخر بها. وفي هذا السياق يتنزل إنشاء مدينة بن الشاب. وقبل أن أنهي كلمتي، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى قطاع البيئة والتنمية المستدامة بجزيل الشكر على هذا العمل الذي سيقوم به في بلديتنا، وأدعوه إلى متابعتها عن قرب حتى يأتي بالنتائج المرجوة منه. كما أشكر السلطات المحلية على سعيها الدؤوب إلى تذليل الصعاب الجمة في تذليل الصعاب أمام التنمية المحلية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم. مدام لا مينيست دو ليفاج، مسيو لو وادي دو لانشيري، مسيو لو حاكم لا مقاطع داك جوست، مدام اي مسيو لي زولي دو لا ولايه دو لانشيري، مدام اي مسيو لو ريبريزونتان دو لا كوبيراسيون بيلاترال اي ميتيلاترال، مدام اي مسيو لو ريبريزونتان دو لا سوسيتي سيفيل، اونورابل انفيتي، بوبولاسيون دو بنيشاب، مدام اي مسيو. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de me joindre à vous pour la première fois autour d'une action environnementale d'envergure dans la villa de l'Inchiri. Comme vous le savez, en plus des aléas liés aux phénomènes naturels tels que la désertification et le changement climatique, cette villa concentre plusieurs activités à la fois minières, extractives et pastorales. En fait, face
à des défis, à ces défis et enjeux environnementaux majeurs qui méritent par conséquent notre part une attention particulière, mesdames et messieurs, compte tenu de la dimension et de l'importance des défis que posent la désertification et la dégradation des terres, en 1972 à Stockholm en Suède et puis en 1984 à Nairobi au Kenya, la communauté internationale s'était mobilisée à travers l'organisation de conférences sur la désertification à l'issue desquelles fut élaborée et adoptée en